يريد برشلونة أن يحقق للريال هذا الحلم، وبالتالي يريد العودة للمباراة. وديفيد فيا الآن يحاول العودة لبرشلونة. ديفيد فيا وين في الجول، وبالتالي يتعادل برشلونة، يتعادل برشلونة في الكرة الماضية القذيفة المحطوطة. تحرك ميسي فجاءت خطورة برشلونة، تقدم بها. الله الله الله، مثل هدفه في دوري الأبطال في مرمى فاندرسار، هنا اختاره حقيقة مرمى كاسياس وحطها وين؟ حطها في مرمى كاسياس بهذه الجودة الكبيرة والجميلة، وبالتالي يعود فريق برشلونة من الفرصة الأولى، يأتي التعادل لاستراحة قصيرة فقط. ميسي الآن يتقدم، ميسي يتقدم، ميسي جول، غير معقول، ميسي جول، وبالتالي المباراة رقم 11 لميسي، يسجل هدف رقم 11 في الكلاسيكو. يا إلهي، ميسي ومن غيره، ميسي في كل الحالات حتى وهو بعيد عن مستواه، ميسي يتقدم، وبالتالي ميسي يسجل. الريال في لحظة من اللحظات كنت تشعر بأن الريال في الطريق لفوز كبير، لكن مع ميسي الأمور غير، وبالتالي يتقدم برشلونة مرة أخرى.